وسائل الإعلام التونسية منذ ثورة 14 جانفي دورا محوريا في الانتقال الديمقراطي، وباتت تتمتع بحيز أكبر من حرية التعبير والنقد، كما ساهمت بشكل كبير في توجيه آراء الناخبين خلال المواعيد الانتخابية السابقة. يعني إما مع السبسي ويبيضوا له في صورته ويبيضوا في صورة النظام القديم، وإما يطلعوا في أخطاء تافهة وسفاسف على المرشح الآخر. الحيادية والمهنية يبدو أنهما كانتا مهمة عسيرة لبعض وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الخاصة على وجه الذكر. أعتقد أن الإعلام التونسي انقسم إلى صنفين، إعلام محايد استطاع أن يتواصل مع هذه الحملة الانتخابية، وإعلام بقي سجينا لقيود الماضي. مهتمون يرون أن دخول وسائل الإعلام معركة الانتخابات جعل الشارع يهتم بالتجاذبات وينسى البرامج التي تهمه. أعتقد أن الجانب الاقتصادي كان غائبا عن البرامج الاقتصادية، وحتى على مستوى الخطاب التلفزي والخطاب الإعلامي، يعني ما ينتظره الناخب كي تقنعه هو أن يشعر بتغيير ما. الآن التغيير هو هذا عمره 88 سنة والآخر لا، ربما لم يقدم، لست أدري ماذا، وهذا قدم وهذا لم يقدم، أصبحت الأمور والشخصنة في الانتخابات ليست أمر جيد. صلاحيات كبيرة باتت تتمتع بها وسائل الإعلام التونسية بعد ثورة الياسمين، لكن التجاذبات السياسية كان لها الوقع السلبي على مسيرة القطاع بعد 4 سنوات من الديمقراطية. فبهذا القلم أو بهاته الكاميرا يمكن أن تذكر حقائق أو تغير حقائق أخرى، وفي ظل انعدام الحيادية يمكن أن يحط من شأن أقوام ويرفع من أقوام آخرين. بلال البرهمية، جزائر نيوز، تونس.